التوك ده بيتكلم عن الاوبونسبلاستي. الهدف من العمليه دي ان احنا نرستور الصمب نرستور صمب اوبوزيشن في حالات اللو ميديان نيرف انجري. الميديان نيرف بيسبلاي السينال ماسل والادكتور بوليس بريفيس والفلكسور بوليس بريفيس والاوبونس واللاتيرال تو لامبريكل. الهدف من العمليه دي ان احنا نرستور الصمب اوبوزيشن. الحركه دي كومبوزيت موفمنت من صمب اكستنشن extension abduction و pronation. الهدف من الموفمنت دي ان احنا bring الصم opposite the other finger to perform الهاند function. المين muscle اللي تعمل الاكشن ده اللي هي abductor bridge previous. ده اللاين اوف بول بتاعها اللي هي بتبقى اوبليك كده. اما نيجي نعمل transfer لازم نراعي اللاين اوف بول اوف ذا abductor bridge previous. عشان كده احنا لازم هيبقى في اي ترانسفير ان هيبقى في بولي او الاوريجن بتاع المصل اللي اللي هننقلها عشان تعمل الموفمنت دي لازم يبقى عند البيزي 4. ايه المصل اللي افيلبل ان احنا ننقلها للترانسفير ده؟ هي الفليكسور الاف دي اس اوف ذا رينج فينجر. بالطريقه دي ان احنا بنهارفست الاف دي اس وبنعمل لها بولي عند البيزي 4 وهنشوف ازاي احنا بنعمل بولي ونأتش في الـ في الـ radial aspect of the base of the proximal phalanx of the thumb. الترانسفير الثاني هو الادكتور ديش مينيمي. ودي في الحقيقه ما بنحتاجش نعمل لها بولي لان الاوريجن بتاعها عند البيزي 4 ولما بننقلها اللاين اوف بول بيبقى نفس اللاين اوف بول اوف الادكتور ديش بريس زي الترانسفير. ده الرول زي احنا قلنا عليها ان لازم الدايركشن اوف بول بتاع ترانسفير المصل يبقى نفس اللاين اوف داتش بريس بريفيس ولازم نعمل بولي عند البيزي 4 ما عدا حالات الهومر ترانسفير اللي هي الداتش ديش مينيمي. والانسرشن بيبقى عند الريديال اسبكت اوف ذا بيز اوف ذا بروكسال فيرنس اوف ذا صام. والترانسفير بقى سب كوتينيوس زي ما احنا شايفين كده. ال اف دي اس احنا بنهارفست ال اف دي اس بين ال اوف ذا رينج فينجر بين ال A1 بولي وال A2 بولي عند ال بروكسيمال كيز اوف ذا متكرم فرنجيال اوفر ذا متكرم فرنجيال هنا بين ال A1 بولي وال A2 بولي. بعد كده بنعمل انسيشن عند البي سي فون عشان نعمل فيه البولي. البولي بتبقى عباره عن ريديال بيزد ستريب من ال فليكسو كارباي النارس. نسيب الستريب دي ديست الاتش للبيزي فورم وبعد كده نعمل لوب نعدي فيه الاف دي اس عشان نري دايركت الماسل اكشن في الدايركشن بتاع الابدكت بوليس بريفيس عشان تعمل لنا صمب اوبوزيشن. زي ما احنا شايفين كده احنا عملنا ديست بيز ستريب بعد كده عملناها لوب وفي اللوب ده هيعدي الاف دي اس سب كوتينيوس تبقى تو اتش للدورسال اسبكت اوف ذا بيز اوف ذا بروكسيمال فيرنكس اوف ذا صام. بالنسبه ده الدياجرام بيوضح التصوير. ده الهارفست وده البولي وده الانسيرشن سايت. في الهوبر ترانسفير احنا في الحقيقه ما بنحتاجش نعمل البولي دي لان البيزي فورم هي بتبقى اتاتش للبيزي فورم وممكن نعملها ريليز حتى الاف سي يو وبعدين سبكوتينيوس تاريلينج ونتاتش للريديال اسبكت اوف ذا بيز اوف ذا بروكسيمال فانكس. في تكه في الهوبر ترانسفير ان البندل اوف ذا ادكتور ديش مينيمي بتبقى طالعه من فور اسبكت فاحنا ما بنعملها ترانسفير نقلبها كاننا بنفتح صفحه كتاب بالظبط زي كده يعني. ننقل المصل بتبقى البندل بتبقى فولر لما نقلبها نلفها 180 درجه بتبقى فولر. ده الاتشمنت بتاعها عشان الاكشن. ثانك يو.
You have to use muscle supplied بنerve آخر زي ال abductor digitorum أو الhubris transfer. طبعاً لما تنقل tendon بتاع superficialis into the thumb ال tendon ده بيبقى عادي subcutaneous وبيبقى حاجة thin. إنما الحتة دي لو wasted وشكلها وحش لما تنقل لها عضلة من ال hypothenar بيبقى شكلها أحسن. فكل transfer بيبقى له indication وبيبقى له مزايا. إحنا هنعمل very quick demonstration لل superficialis transfer كأنك بتعمل بالظبط trigger finger release شوية distal لي أول ممكن لانجا باك هنا لانجا باك هنا إحنا على طول على التندون وبنفتح التندون لا medial lateral medial lateral كده أنا على الفايبرس بلاستر شيث once بقيت على الفايبرس بلاستر شيث صحيح once بقيت على الفايبرس بلاستر شيث أنا بفتح الـ A1 pulley وبعدين لو في حاجة مش واضحة حد يشاور لي زمان كنا بنفتح الفينجر هنا علشان نطلع السوبرفيشاليس لحد طول لحد اخر طول الحقيقة we don't need any more ان احنا نعمل هذا الكلام فاحنا كل اللي محتاجينه ان احنا نفتح الفايبرس بلاستر شيث وناخد التندون السوبرفيشال لهذا الموضوع يس كده وبنشده اقصى حاجة لما نشد التندون كده اقصى حاجة طبعا احنا في كدابر ممكن السوبرفيشاليس يبلس من فوق مش كده بعد اذنك ثبت اللهان هنشده اقصى حاجة الفلفل الابيض صحيح وبعدين نقطعه لا نسيب نقطعه as distal as possible يبقى انا قطعت هنا السوبرفيشاليس نيجي هنا على الديستال فور ارم بص بقى التوبوجرافي بتاع ديستال فور ارم لما 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 تشد التندون ده كده على طول يو اكسبكت انت ايه الصباع اللي هيتحرك ولما تشد التندون ده كده يو اكسبكت ايه الصباع اللي هيتحرك السوبرفيشاليس احنا عارفين كلنا انها ماشيه كده السوبرفيشاليس اوف ذا ميدل والسوبرفيشاليس اوف ذا رينج سوبرفيشال وبعد كده اللاير اللي بعد كده السوبرفيشاليس بتاع الاندكس والسوبرفيشاليس اوف ذا ليتل لو موجوده وبعد كده البروفوندس فانت هنا لما تريفلكت ثانيه واحده كده ريفلكت كده لما تريفلكت بهذه الطريقه انت عارف ان ده السوبرفيشاليس اوف ذا ميدل اللي جنبه على طول هو ده السوبرفيشاليس اوف ذا رينج طبعا احنا قاطعينه بس هو عشان لازق في اللي حواليه احنا بعد ما بنقطعه ديستل بنشد السوبرفيشاليس بهذه الطريقه احنا خايفين اه تفلت من فوق اهو ما فلتتش من فوق يبقى انا السوبرفيشاليس اهو بقى موجود واللي تحتيه ده السوبرفيشاليس اوف ذا ليتل فيري كويك احنا الفلاشو ثيرابي اناليس كلنا مطلعينها الفلاشو ثيرابي اناليس اهي لحد الداون تو ذا بيزي فورم صح؟ احنا كل اللي يهمنا ان احنا ناخد التندون من هذا الدايركشن نعديه كده ويروح كده صح؟ بس لو انا عملت الترانسفير بهذه الطريقه التندون هيقعد يتزحلق كده صح؟ دي دايناميك بولي يا دكتور اسفن؟ دي كده دايناميك بولي يس yes. ثانيه فيكسد بولي لحضرتك يس yes. التندون عشان ما يتزحلقش لفوق it is suggested انك تقطع part of the tendon زي كده ادي بارت اوف ذا تن نص الفلكسور كاربي الناريس وبعدين تقطع نص الفلكسور كاربي الناريس وتسيبها اتاتش ديستل وتعمل بيها حلقه صح؟ وتعمل الحلقه دي تقعد تديس ممكن حد يثبت دايما الكلام بعد اذنكم يس تعمل بيها حلقه لحد البيزي فورم انا اهو وصلت البيزي فورم هاخدها من هذه الناحية أدخلها في التندون وأعمل بيها حلقة هنا ولما أعمل بيها الحلقة دي أخد التندون من مكانه أنا هنا مش هضيع وقتكم وأعمل الريبير ده بس أتليست تبقوا فاهمين ممكن تمسك ال أيوه لا أنت يا عماد بعد إذنك امسك هنا أنا خلاص دخلت بالتندون في الحلقة دي بقى ده البولي بتاعتي وبقت هنا عشان ما يحصلهاش بروكسيمال مايجريشن كل ما اكون قريب من البيزي فورم كل ما اعمل اوبوزيشن احسن كل ما اكون في هذا الدايركشن بعمل بالمر ابدكشن اكتر وكل ما اكون ديستال بعمل روتيشن اكتر ماشي طيب ده فيري كويك السوبرفيشاليس ترانسفير احنا مش هنفتح هنا عشان في اكسرسايز تاني هنا
بس هنوريكم بس لما بنعديها سبكتينس ازاي. احنا بنعديها سبكتينس انك بتعمل تانل تحت سوبرفيشال للفالمر ابونيروسيس عشان توصلها الى لحد هناك لحد الابدكتور ديجيتمنوي ابدكتور بولوشس بريفس انسرشن لحد هنا. احنا بنعمل كده اول ما بنفتح هنا افتح في اكسرسايز ثاني هيتعارض مع ده حد ريمايند مي. طيب يبقى احنا هنا لو انا اهو خلاص وصلت لدي حكايه بقى احنا بنمسكها دايما في الانسرجن اوف ذا ابداكتور ديجيتمنمي. حكايه انك تمسكها هنا وبعدين تعديها تحت التندم عشان تمسكها الناحيه الثانيه كلام شويه فارغ لان انت ما بينفعش الحاجه تعمل اكتر من اكشن. احنا هنا فتحنا الثينر ماسلز الحته دي ولو حضراتكم شايفين العضله اهي ما فيهاش هزار ابداكتور بولوشس بريفس هي دي اللي بري انسرت فيها التندون بعد ما نعديه. لو عايزيننا نعديه لكم ببساطه بنعديه بهذه الطريقه نشيل المقص ده ونعديها كده. اهم حاجه بس من المستيكس اللي ممكن تحصل لك انك تلاقي نفسك داخل في الثينر ماسلز ولما تخش في الثينر ماسلز هتعور الموتور برانش. دايما كيب سوبرفيشال وبعد ما تطلع سوبرفيشال وسع كويس قوي بحيث ما ينفعش يبقى النيرف ده يبقى التندون ده ماشي في حته مليانه فايبر ثابته وادهيجنز وحشه. احنا وانس وصلت لهنا انت بتدخل بقى السوتشر باسر بتاعك تحت التندون ده وبتخيطه فيه بحيث ان ده لما يشد يعمل لك اوبوزيشن. يبقى ده الترانسفير الاول وده بيتعمل في حاله لو عندك فيري لو انر نيرف انجري. الترانسفير الثاني بنعمله لو عندك ميديا نيرف انجري. لو الميديا نيرف انجري هاي ما ينفعش تاخد السوبرفيشالز لانها بارالايزد. يبقى انت الصح فكر في حاجه ثانيه يا اما تاخد حاجه من رجل يا اما تاخد حاجه من الانر. ماي بريفرنس الصراحه ان احنا ناخد حاجه من الانر. احنا نفتح حاجه على الانر بوردر بهذه الطريقه. بص وانس فتحت على الانر بوردر بهذه الطريقه علشان تشوف يا جماعه لازم لا انا مداري عليك لو تسمح لو دريت على الفيو حد يقول لي علشان تشوف لازم تفتح كويس قوي تفتح الفاشيا علشان تعرف ايدنتيفاي الماسل اللي انت عايز تاخدها. تسمح يا عبد الحميد خلي دي ثابته. حد فين السكين هوك؟ السكين هوك هنا والسكين هوك هنا. انا اسف ده لا ده خده. احنا وانس وصلنا لهنا حضراتكم شايفين ان العضله اهي واضحه جدا. احنا بنايدنتيفاي التندون بتاعها دي الابدكتور ديجيتي مينيمي و اهو ادي التندون والابدكتور ديجيتي مينيمي. كلكم عارفين الابدكتور ديجيتي مينيمي بتنسرت في البيز اوف ريلاكس شويه ايوه ثانك يو بتنسرت في البيز اوف ذا بروكسيمال فالانج وبعدين تدي تويك تو ذا اكستنسور بس هي مينلي الانسرشن بتاعها انتو ذا بيز اوف ذا بروكسيمال فالانج. بص هنا انا بطلع التندون تندينيا سبورت وانس طلعت التندينيا سبورت. انا ما بحبش اديس انسرت التندينيا سبورت غير لما بخلص ايدنتيفيكيشن عشان ابقى برضه متاكد ان دي الماسل اللي انا عايزها ما كنتش واخد فلكسر وما كنتش واخد اي حاجه اخرى. وانس بعد اذنك تاني يس ثانك يو. احنا هنا كل الهدف بتاعنا ان احنا ناخد الماسل دي ونسيب باقي الماسلز. ما ينفعش تاخد كل الهايبوثينر ماسلز لان اتعملت قبل كده. شايف احنا هنا اهو حد شايف ده ايه ابتدى يطلع لك الديجيتال نيرف اللي هو رايح للانر سايد اوف ذا ليتل فينجر. ولو انت قعدت تسرح كده هتلاقي نفسك داخل الثينر ماسلز. معلش لازم تراجع نفسك 50 مره. ابتدى في بلين يديفلوب هنا فلو تسمح ستوب وده البلين بتاعك. حد يمسك لي البلين ده كده الدنيا اوضح. شكرا يا عبد الحميد. حد شايف؟ فهنا خلاص يبقى احنا ده دي الماسل اللي احنا محتاجينها اهو. انا هاخدها بهذه الطريقه المشهد كويس. المشهد ده بقى مش حلو. ادي اهو كده
خلاص يبقى انا دي المواصل اللي انا عايز اخدها بقت ايدنتيفايد. انا برضو مش هقطعها, ممكن شوكه ثانيه بعد اذنك هنا بروكسيمال بروكسيمال, لان لسه الدكتور عماد قايل لكم, عماد صح ولا انا قايل لكم ان في ان في نيرف سبلاي بتاعها بيطلع من البولر سايد. بالبولر سايد يعني هنا كلكم لسه شايفين الموتور برانش, فهو بيسبلاي ده. فلو تسمحوا محدش يقعد يعمل حاجه هنا, خلي كل الدايسكشن بتاعك من توصل لحد ما ترفلكت العضله دي ريفلكشن محترم. وانس وصلنا لهذا الليفل من الريفلكشن اهو اهو, انا مش هشوف البند, مش هشوف البند داخل في الحته دي, متشدش قوي, جاست احنا بنقلبها زي البوك, زي ما دكتور عماد قال لنا ان احنا بنقلبها بهذه الطريقه. بص لما بنقلبها بهذه الطريقه, شوف لما تقرب الثم كده بنعديها برضه سبكتينيس بنفس الطريقه, لما بنقرب الثم كده بتقدر تري انسرتد. علشان تكسب طول من هذه العضله انت, انا مش عايز اجوع على الابروتش اللي كان اللي هيتعمل بعد كده, احنا ممكن نروح كاس بولر بهذه الطريقه. في بعض الاحيان علشان تزود تكسب طول من هذه العضله انك بتقطع الاوريجن بتاعها. شوف انا هنا وصلت لفين, انا بقطع الاوريجن اهو, بقطع الاوريجن وبقطع الفايبرس باند اللي ماسك فوق البيزي فون, هي برضو عشان تموبيلايز عادل معايا, بس في اللحظه دي الموبيلايزيشن كله بيبقى على نيورو باسكال باند. بص ده ديستال اتاتشمنت, انا عمال بديس انسرت بديس انسرت, والحته دي ستيل ما عملتش فيها حاجه. لما احب اطلع النيورو باسكال باند بتاعتها هتبقى هنا. بنفتح في هذه اللحظه حسب كده, في هذه اللحظه بنفتح سبك تيني استنل, نعديها من هذا المكان للمكان الثاني. عبد الحميد اهو, نو اتس فاين, خلي نفس الباسج بتاع ده, لا مش نفس, هي نفس التراك بتاع ده براحتك, وتاخد اهي العضله توصل الناحيه الثانيه وتدي لك بالك لطيف للثينر ماسك. دول التو مين اوبوننس بلاستي تكنيكس. في واحد اخير انك بتاخد الاكستنسور انديسز وتلفه من الاندر سايد اوف ذا فور ارم وتعمل بيه زي ما عملت بالسوبرفيشيالس. دول الثلاثه مين, وده طبعا سبلايد بالريديان نيرف. ف اي ثينك ده كان ديمو, ما اعتقدش احنا هنعمل هذا الكلام صح؟ احنا خلاص الوقت ولا في حاجه؟ ايمن منصور, ايمن في حد يروح اي سؤال؟ اوكي ثانك يو. اغسل بقى وجهك, اغسل وجهك. واحد منكم احنا الـ next exercise هيبقى الدورسال ابروتش.